الو، الو، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا ازي حبيبتي؟ حضرتك؟ اهلا وسهلا، اتفضلي يا حبيبتي. اول حاجه بس عايزه اقول لحضرتك شكرا ان انتوا اتكلمتوا في موضوع زي ده، لان كلنا محتاجينه وكلنا بنبقى محتاجين نسمع كلام يطمننا ويقول لنا ان يعني يصبرنا على حاجات كتير قوي وحشه بنمر بيها. فانا بس عايزه اقول لحضرتك، انا بس عايزاكم توجهوا رساله لواحده صاحبتي، هي اسمها ام اختي، قريبه مني جدا. هي تقريبا كل حاجه في حياتها لازم يحصل فيها مشكله. يعني كان عندها مشكلة قبل ما تتخطب، اتخطبت مشاكل في الخطوبة، اتجوزت مشاكل في الجواز، في بيت أهلها، حتى كمان الطفل اللي جابته عنده مشكلة، مشكلة مولود بيها يعني في جسمه وكده. فهي على طول نفسيتها وحشة، وعلى طول تقول لي ليه ربنا بيعمل معايا كده وأنا ما عملتش حاجة وحشة طول حياتي، وعلى طول صابرة ومستحملة. فهي على طول بتبقى شايلة حاطة جواها إن ربنا دايما بيبتليها، فهي كده عامله حاجه مثلا ذنب ربنا بيكفرها لها او حاجه. فانا بس طالبه من حضرتك تديلها نصايح او تقول لها اي حاجه تصبرها عن المشاكل اللي بتمر بيها وكده. طيب بصي حبيبتي، اولا كون ان انا اقول ليه يا رب عملت فيا كده، ادي اول اعتراض. لسه كنا بنقول يطبطب عليه او يفضل يديله، لازم يرضى. ما هو لازم يرضى. ليه يا رب كذا؟ استغفر الله العظيم، عمرها ما هتطلع من اللي هي فيه. لكن تقول الحمد لله، الحمد لله ليك حكمة يا رب. أصل الابتلاء حاجتين، إما رفع درجات وإما تكفير ذنوب. فمش شرط أكون عملت ذنب، ممكن يكون ربنا سبحانه وتعالى شايف مني إني عملت حاجة حلوة في حد، بريت أمي وأبويا، وقفت جنب حد ساعدته، فأنا لما عملت الحاجة دي ربنا ابتلاني عشان عايز يرفعني ويشوف رد فعلي أنا هعمل إيه. فدي حاجة مهمة جدا إن احنا نصبر. أمال ليه أهو، أمال ليه في يوم القيامة والناس كلها واقفة في موقف عظيم وكرب كبير، في باب كده من المميزين من ورا اسمه إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله. مش هنقف هنا في الحساب، أمال إيه؟ خشوا من باب المميزين من ورا. الله. لأن احنا صبرنا على الابتلاء. إنما يوفى الصابرون أجرهم، مفيش حساب، بغير حساب، انتهت قصة الحساب. فدي حاجة تستاهل نتعب شوية في الدنيا. أمال عايز أخدها كده الجنة؟ ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله هي الجنة، والغالية دي حفت بالمكاره وحفت النار بالشهوات. أي حاجة بقى تيجي على هواها دي تبع النار، وأي حاجة فيها صعب وكرهها طريق الجنة. فخلينا نقول الصبر 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 هيوصلنا للي احنا عايزينه. انا عايز ارجع تاني أفضل. وعلمهم الحاجه قد ايه اللي ممكن تقتل وتغير النفوس، ودي ممكن تضيع البني ادم. يا ريت لو عرفتوها هتبطلوا تحطوا ايدكم على خدكم وتقعدوا تبكوا. واحد قال لواحد صاحبه او زميله او جاره ايا كان، احنا عايزين لما يجي لنا الامام علي بن ابي طالب نساله ونقول له اقوى حاجه في الدنيا ايه، لان عنده من الحكمه. فسيدنا علي في نفس الوقت معدي، فقالوا له يا إمام ما هو أقوى شيء في الدنيا؟ قال أقوى شيء الجبال. وما أقوى من الجبال؟ قال أقوى من الجبال النار، أقوى من الجبال الحديد. وما أقوى من الحديد؟ قال النار تقطع الحديد. وما أقوى من النار؟ قال الماء يطفئ النار. وما أقوى من الماء؟ قال السحاب يرفع الماء. وما هو أقوى من السحاب؟ قال الريح تحرك السحاب. شوفي كل حاجة كده ليها أقوى منها. وما هو أقوى من الريح؟ قال الإنسان يصد الريح. وما أقوى من الإنسان؟ قال السكر، إذا سكر شرب والعياذ بالله يقع يسقط. أيوة. قال وما هو أقوى من السكر؟ قال النوم، لو نمت لو سكر لازم لا محال يقع ينام. أيوة. قال وما هو أقوى من النوم؟ قال الهم يطير النوم من العين. يا سبحان الله. النوم، الهم يطير النوم من العين. الهم بقى والغم واللي انا حاطه نفسي فيه، يا ريت لا يا رب يشيل الهموم يا رب من الناس كلها معانا.